المكان اللي احنا فيه ده يا فندم هو الجرين زون، المكان اللي بتأهله وبتأسسه الدولة المستضيفة للقمة، وبتكون منطقة فيها اكتيفيتيز وأنشطة وبعض المعارض في المنطقة الخلفية، معارض للدول والجهات والشركات والوزارات. المبادرة دي قامت بها شركة مصرية لتقديم منتج عن طريق إعادة تصنيع. ده منتج إزازة مياه شرب معدنية، العبوة نفسها من الكرتون معدة تصنيعه، يعني مع البيئة يعني. مظبوط يا فندم، مظبوط. المكان هنا يا فندم كل العناصر الفنية اللي معمولة فيه معمولة من مواد معاد تدويرها، بنستغل كل المساحات، قدرنا نعمل بروجكشن على المباني اللي موجودة بحيث نعرض عليها محتوى بيئي ومحتوى يدي توعية. عندنا هنا مكان بيجي السياح بياخدوا يعني زرع ومكتوب عليه اسمهم. حضرتك كنت دايما بتوجهنا ان احنا لازم نمتلك القدره، دلوقتي الحمد لله احنا بقى عندنا القدره ان احنا نعمل ده ونحققه بشباب، مش من البرنامج الرئاسي بس، احنا المره دي عندنا شباب برنامج رئاسي، شباب الجامعات وشباب متطوعين. فور تكليف سيادتك على طول لينا في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم. أنشأنا غرفة عمليات مركزية لإدارة مؤتمر المناخ مكونة من 2000 متطوع، منهم 1100 من شباب البرنامج الرئاسي، 100 متطوع أجنبي، و800 متطوع مصريين من فئات مختلفة. الغرفة فندم هي أمام حضرتك الخيمة اللي لونها أبيض، بندير فيها جميع فعاليات المؤتمر، المنطقة الزرقاء اللي فيها فعاليات سكرتارية الأمم المتحدة، المنطقة الخضراء اللي سيادتك بتشرفنا فيها النهاردة، بندير كمان مطار القاهرة ومطار شرم الشيخ، بندير 160 فندق اللي بيستقبلوا الضيوف، وطبعا الشباب كلهم في استقبال سيادتك عشان إن شاء الله المواسم النهاردة. صباح الخير. شركة بدل للدرجات الشرفية، شركة مصرية نقدم السيرفيس دي حاليا في شرم الشيخ. اقدر ان انا اخد البايك من اي مكان واحطها في اي مكان، مش شرط ارجعها لنفس المكان. البايك بتشحن اللوك من السولار بانل، تمام، سستينبل، مش ما فيهاش اي كهرباء. احنا شركة مصرية مؤسسة بشباب مصريين، بنحاول نحل جزء في شبكة المواصلات وهو جزء خاص بالمشاوير القصيرة اللي تحت 8 كيلو، دي بتمثل 70% من المشاوير في مصر. والحمد لله هنقفل السنة دي بأكثر من 500,000 رحلة وأكثر من 300,000 عميل، وبشكر حضرتك جدا على الدفعة الأولانية اللي حضرتك اديتها لنا في مؤتمر أفريقيا للشركات الناشئة ومنتدى الشباب اللي فات. شكرا لحضرتك. ده موتوسيكل الكهرباء ولفيت بيه كل محافظات مصر خلال 30 يوم للترويج لمؤتمر المناخ ورفع الوعي بالتغيرات المناخيه. عدينا من ناس كتير وغطينا مشاريع كتير بتتكلم ليها علاقه بالتغير المناخي. المدى طالب ايه؟ حوالي 200 كيلو تقريبا. ولازم تشحن بعد كده. لازم تشحن بعد كده. خدنا 30 يوم خلال الرحله دي، عملنا 12,749 كيلو، ده قطر كوكب الارض في رساله للعالم ان احنا لازم نشتغل والبدايه من مصر. ربنا يوفقكم. ربنا يوفقكم. اشكرك كمان. شكرا. يلا نبدأ.